من بين المهام اللي كديرها الجمعية هي المهمة ديال تحديد الهوية ديال الأفارقة جنوب الصحراء المهاجرين اللي كيتوفوا سواء في المدينة ديال وجدة، سواء في المدن المجاورة، أو سواء في الحدود، والأغلبية ديالهم في خلال فترة الشتاء يتوفون في الحدود المغربية الجزائرية على إثر ذاك الخندق اللي موجود في ما بين المغرب والجزائر. هذاك الخندق اللي الطول ديالو أكثر من 4 أمتار والعمق ديالو أكثر من 5 أمتار، بمعنى هذاك الخندق أو هذاك الفوسي كنسميوه أنا هو خندق الموت اللي دايره السلطات الجزائرية، واللي بطبيعة الحال ما غاديش نبقاو مكتوب في الأيدي، لأن الآن لحد الآن 21 حالة وفاة اللي تسجلت في غضون ديال 3 أشهر، ومن ضمنها هاد الحالة هذه اللي رحنا بصدد أنه غادي ندفنوها هاد النهار، هذا الحالة ديال المالي غابا كاورو. هاد بابا كاورو دخل المستشفى على أساس أنه مواطن من جنوب إفريقيا، من جنوب من أفريقيا جنوب الصحراء بدون اسم، بمعنى اكس بن اكس، وبالتالي اضطرينا في الجمعيه من بعد ما تم العثور على وثيقه ديالو في الرجل ديالو، يعني في الحذاء ديالو، اننا نبدلوا واحد المجهود مضاعف على مستوى القضائي والاداري من اجل اننا نحددوا له الهويه ديالو. ولما تم تحديد الهويه ديالو هذه فيها صعوبات، اي انك خصك تمشي حتى لي جوندارم ديال تويسيت، خصك تتصل بهم، خصك تمشي تتصل عاوتاني بالفارابي، خصك تتصل عاوتاني بوزاره الصحه، بمجموعه ديال الادارات، بمعنى كيتطلب واحد المجهود متعب جدا من ناحيتين. ولكن رغم ذلك الجمعيه كدير هذا المجهود هذا، ومن بعد كتحدد الهويه ديالو وكيتم الاتصال بالعائله ديالو اللي كتعطينا واحد الوكاله كتعطى للجمعيه من اجل اننا نديروا هاد الاجراءات هذه، ومن ضمنها الاجراءات ديال الدفن. وبالتالي نحن الان امام مسجد محمد السادس بمدينه وجده، وكنديروا له مراسم الدفن كايها المغاربه، كايها المواطنين، باعتباره مسلما سيتم دفنه بمقبره الشهداء بمدينه وجده. وبطبيعه الحال كيدار واحد الملف متكامل وكيتصافط للعائله ديالو، وايضا كيدار ملف ويتصافط للسفاره الماليه او لاي سفاره اللي دفن، او اي مواطن ينتمي لاي سفاره لاي دوله كنخبروا السفاره عبر الوثائق. غير هو انه هاد الشيء كيدار تقريبا من الامكانيات ديال الجمعيه، امكانيات المتواضعه ديال الجمعيه اللي هي جمعيه متطوعه، ولكن هذا الشيء كيطلب لنا ازيد بالنسبه للمسلم، كيطلب لنا ما يناهز 1200 حتى 1500 درهم في هذه المراسم، وبالنسبه لواحد اللي مسيحي كيطلب تقريبا حتى 2500 حتى 3000 درهم، ان كان فيها الضريبه على الارض، فيها الضريبه ماشي هذا. إذن هذا الشيء كيطلب مجهودات، وفي ظل عدم ديال الدعم ديال الدوله ولا الجمعيات الاخرى اللي كتخدم بمشاريع، حنا ما كنخدموش بمشاريع، ولكن عندنا امكانياتنا متواضعه، حنا ناس متطوعين مدافعين على حقوق الانسان، وبالتالي لضمان ايضا الكرامه ديال انه الانسان يدفن بكرامه، وايضا تدخلاتنا حتى للمغاربه اللي المغاربة ديالنا اللي كيمشيو باش يهاجروا سواء في دول البلقان. نحن عاوتاني في اتصال دابا مع السفارة المغربية في بلغاريا في صوفيا، من أجل أننا يتم نقل جثة مهاجر مغربي ينتمي إلى مدينة الرشيدية، وبطبيعة الحال كاين تجاوب مع السفارة، والبارح صيفطنا واحد الإيميل للسفارة على أساس أنه تكلف السفارة بهذا الجانب هذا، وحنا نتكلفوا بالجانب الاداري، والجانب الاداري في العلاقه مع العائله. دونك هذا هو من ضمن المهام اللي كديرهم الجمعيه. حنا وايضا حتى بالنسبه للاخوه الجزائريين اللي كتوفى ولا كترميهم الشاطئ ديال السعيديه او شاطئ كاب دولو، يعني في راس الماء او لا في الناظور، ولا كيترموا يرفضهم البحر، فنفس الشيء احنا بالنسبه لنا كتبقى دفن الانسان بكرامه كيفما كانت جنسيته، كيفما كانت دينه، كيفما كان عرقه. قدموا احر التعازي للعائله ديالو والعائله والناس ديال مالي اللي معايا هنا، وكل واحد اللي ساهم باي حاجه الله يجازيه بالخير، ونشكركم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.